ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ النهارده عاملين تحدي جديد. مو عملنا كده جلاش بالرقاق، يعني جميل قوي. وكمان هنا معانا حمام. احنا كتيره قوي، ساكنها فخيه يعني صغيره. احنا المفروض ان كل واحد هياخد واحده من دول لانه كبيره قوي كده. انا مش عارفه اني اتنين شوهين لبعض، حاسه ان دول اقرب من بعض. متهيألي صح؟ حسيت برضه. انا هاخد لا انت ده صغيرة؟ ده والله مش صغيرة. طب نقيتيها ليه؟ حاسه كده حلوة. مش دي ولا دي الاصغر؟ مش دي الاصغر؟ هي بتقول ان دي الاصغر. ماشي ما عليك. دي لحظة على الطبق كبير قوي يا جماعه. بجد احنا ممكن نحط ده كده على جنب شويه عشان ناكل. ايه ده انت كده ده في ايه وده ايه يعني؟ يلا يلا 1 2 3. انت عارف انا بفضل اعمل ايه؟ طعمها روعة. بتسم ايديها مصر جلالي. I'm so excited. Thank you.
الجماعة ده كلهم حاشيه تحت الجلد غير اللي هي حاشيه من جوه اصلا. انا لسه حاشيه تاني جوه خلي بالك. اوكي وقفت في حته هنا. لا بس ده الكاميرا هيك. لو عايزين تشوف طريقة بس لسه ماما نزلتش فيها. يا رجال قلتني في اكل يعني كانت الاول بلاش من كاري بعدين حط حاجه من كاري سايبه بلاش عشان مش قادر اكل بلاش بس بكره ما لا بلاش بجد طعمه روعه قوي احسن من بلاش لعبي يعني بالرقاق احلى بجد جربوها تعجبكم قوي عايزة بس اوريكم اللحمة اللي فيها مليانة يا جماعة ده محشي من جوه قد الذوق ده لازم من جنب ياي مفروض حشي من جوه قد ايه غير من بره مو محشي كلها فيه لا بس روعة وفيها لحمة كتير قوي بحب طعم كتير قوي مش عارفه اكلها ازاي بجد Good. Is that?
صغيرين قوي. كنت تصدق انها بتلمس حاجات كتير. لا بس انا جايزة مش بعيد لازم تصحيها. انا بجد اصلا بصيت عندك تزعلي ما خلصت. لا سنة رابعة لا وإحنا كتير الناس اللي بتتفرج عليا على الفيديو اللي بتضحك عليا. ايه ده؟ ما تفتكرش ان انا هلم ده انت يا ابني؟ طب انا مش فاهمها. طب انا مش فاهم الفقرة عشان ما يتبعثرش. وزي كنت بعمل انا مش هاكل كل شيء بتاعي مش من ضمن التحدي. ايه لا من ضمنهم سبحان الله. انا عملت الفاضي انت فيها طبقنا الناس اللي تحطيها فيها في مادة طب ولا ايه؟ ايه ما انت يا اوكي لا اوكي اتوقع حتى القياس الصغيرة حتى ايه؟ خلاص يا بابا حمامة عملت مفعول جامد أوي. لا
ما هو بقى بس ما فيش ما هيكل أنا مجهز من رفيق شو ده حصلنا بس امبارح ليه اخويا بقى بجد المره الجايه يا جماعه خش بقى اهل ليه قولي لي ليه طيب كانت الحمامه انا مش سايبه نشوف هاتي نشوف هاتي انتوا بقى الحته اللي قبلها الاطول مني ها هاكل اطول تاني ونبقى سايب اهو لا ايه هو اطول تاني خلاص بقى لا هاتي لا ايه ده وعندنا عقاب تاني تاكل معلقة مايونيز عشان هي بتحبه وهي مش عارفة هي مش عايزة حاجة قلت لها انا انت انا مزاجك هي انا برضو مش عايزة تلاقي بسرعة عشان الفيديو طول قوي رايحة افهم انا مفكرة بقى هنبدأ نوقف ونرجع ماشي يا جماعة اصل انا لسه معرفش اني احلى يعني معرفش
وبعد ما فكرت وعانيت بجد في التفكير قوي، يعني قعدت ربع ساعة عمالة افكر، يعني كنت قاعدة معاكم وما كنتش افكر بالطريقة دي بجد. قولي بقى انت ناكوب وقولي نعمل ايه. منو كير مرضتش انقلها لمغامي عشان يطلع معاها على طول لما تيجي تسيله، يعني هتتعذب. بصوا هي اصلا حاطه منوكير بس مكلكع، فده فوق ده هيكلكع يعني بزياده. يلا قولي حطي كده هنا. لا لا يلا حطي كده، ده لونه احلى. اوعي. لا بصي ماشي احنا هنخليها كده ان شاء الله زينا. لا بصي احنا هنحط كده وهو زي ما يجي بقى ماشي، يعني فاهمين هنحط كده بس كده. يا لهوي يا لهوي جد يا جماعه حاسه قليل. استني استني يا لهوي دي وريني بقى ايه. انا مختلفه شويه. لا مش مختلفه، هي زيها. ماشي استني بس ماشي اختي. هو الصباع بس ده يا لهوي دي ماشي ماشي. هو عقوبة هاتي اول صوبة، اول صوبة لازم كلهم يتبهدلوا صح؟ لي تخافيش مش هبهدلوك. كفاية كفاية. ايه رأيكم؟ انا عايزة اعيط، انا عايزة اعيط. طبعا ده كله بيعذبها وما يطلع يعني واللون احمر بقى، واللي هو بما خلص الفيديو هيكون ناشف. جيب انت فرديها يا لهوي. ان شاء الله يلا هنروح نقعد هناك واوريك بقى. يلا وي رجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الرابط. اوه يا لهوي مش هيطلع، مش هيطلع مع الجلد اصلا. انا شفولك بس مش هيطلع. كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الارقام ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو وصلتوا لغايه هنا عارفه احنا طولنا عليكم، ونقول لكم شكرا وباي باي بضوافري الحلوه. فكرونا بقى في العقاب اللي جاي، انا عايزه الكل يقول لنا التحدي. باي باي. عملنا كده عقاب ليمون وعقاب المونوكير، وعملنا عقاب تاني. اول حاجه كانت ايه؟ كانش عقاب، كانش عقاب. ماشي احنا عملنا عقابين اللي هو الليمون والمونوكير. فكرونا في عقاب تاني بقى عشان احنا بنحتار قبل ما نلاقي عقاب. بالظبط كده. ما تنسوش اللايكات. باي باي.